متتبعي قناه الفاس بريس، مرحبا بكم في هذا اللقاء الخاص اللي غادي نناقشوا فيه مشكل كذا ايفنت وعمليه التنظيم داخل ملعب محمد الخامس على اثر المباراتي الرجاء والوداد الاخيرتين. البعض وجه اصابعها مباشره الى الشركه مؤكدا انها لم تكن في مستوى عمليه التنظيم داخل الملعب، وطالبوا يعني بمجلس مدينه الدار البيضاء بايقاف انتداب ديال هذه الشركه على اعتبار ان هذا المجلس هذا هو الذي ينتدب هذه الشركه من اجل تدبير ملعب محمد الخامس. من اجل مناقشه القضيه دي نستضيف السي عبد الجليل ابو زيد، نائب رئيس لجنه المرافق والممتلكات بمجلس مدينه الدار البيضاء. السي عبد الجليل مرحبا. شكرا سي ظفار، شكرا للموقع والجريده الالكترونيه الفاس بريس، ورمضان مبارك لجميع البيضاويين ولجميع الاخوه العاملين بهذا الموقع. شكرا سي ابو زيد. انتم بمجلس مدينه الدار البيضاء انتم الجهه اللي انتدبتوها شركه التنميه المحليه باش تقوم يعني مجموعه من الانشطه الثقافيه والرياضيه داخل مدينه الدار البيضاء، ومن بين الانشطه التي تقوم بها عمليه التنظيم والولوج داخل ملعب محمد الخامس. ولكن الشركه هذه خلال الايام اثار حول مجموعه من الجدل والنقاش حول يعني التنظيم لم يكن في المستوى، وكاد ان يتسبب في موجه من يعني احداث شغاب ولا احداث وفوضى داخل الملعب هذا. شكرا على السؤال. في حقيقة الشركات أو جميع الشركات المحلية هي كتساعد جامعة الدار البيضاء في تدبير المرافق ديالها أو في الأشغال، مثلا شركات المحلية سواء كازا مناجمو دار البيضاء أو التظاهرات أو جميع الشركات المحلية. للأسف ما وقع اليومين الأخيرين ديال بالنسبة للسبت والأحد، بالنسبة الجمعة والسبت مقابلتي ديال الرجاء والوداد، في حقها أثار جدلا كبيرا سواء في بيع التذاكر أو التنظيم داخل الملعب أو خارج الملعب، لأن الشركة مسؤولة من نهار بدا تم إشهار من نهار بدا تبدا المقابلة إلى حين نهايتها خصها تتحمل جميع الامور بانها تدوز المباراه في احسن حال. كاين غلط ديال جماعه الدار البيضاء نقولوا بصراحه، انها عمرها حركت هذيك لجنه التتبع، لانها كتسمى واحد لجنه التتبع ونسموها بواحد الطريقه اخرى واحد لجنه الافتحاص الداخلي. كنفتحصوا واحد اتفاقيه درتها مع شخص معين، واش الشخص كيحترمها ولا ما كيحترمش البنود ديالها. هنا كنوقفوا فيما كان شي حاجه كنوقفوا، كنديروا بحال هاد اللي جات تبو كتوقفوا، كنوقفوا شي واحد نقولوا دير خرقتي واحد الاتفاقيه واحد المون اتفاقيه، خصك توقف هنا، خصك هنا تعالج الامور ولا نحلوا هاد المشكل، ولا مهم كاين يكون واحد التدبير قريب لهذه المساله. هو لجنه التتبع غتنعقد اليوم، ولكن الاشكال هو واش مجلس المدينه خلال مثل هذه المباريات الحاسمه تيكون عنده واحد الدخل، لانه الشركه اللي هو الجهه اللي منتدبه هذه الشركه، يعني هو خصو يضغط على هذه الشركه باش تكون تنظيم على مستوى جيد وكذا، ولا انه هز يدو الشركه دير اللي بغات دير؟ لا، احنا دابا بالنسبه لجماعه الدار البيضاء هذا من الاجهزه المساعده ديال جماعه الدار البيضاء. ملي كنقول مثلا واحد الشخص مثلا تعاوني في واحد مثلا كتجيب تريتور الدار ممول الحفلات، بغيت عندك مناسبه واش انت غتنوض غدا تمول انت ولا غدا تسخر لنا انت ولا غدا، بالعكس راه كتنتدب واحد الممول نفس الشيء. انا كنتدب لواحد الشركه باش ولكن الممول تتبقى مراقب وتتقم تتبع، وهذا هو قلت لك دور او ضعف التتبع ديال اللجنه ديال، هذا هو الضعف. هنا عندنا الضعف، ما كاينش واحد التتبع يومي او شهري او اسبوعي كنتبع واحد الشركه، لان انا مساهمه بشكل كبير عاطيه الجماعه الدار البيضاء عاطيه فلوس للمواطنين، كنعطي لواحد الشركه خصها تبقى نتبعها، يمكنش غنقول لها سيري وديري وما نتبعهاش. يعني المشكل عندنا في التتبع. هذا هو المشكل القائم، راه اي حاجه لما تبعتي خصوصا في المغرب، اذا ما تبعتيهاش في دارك لما تبعتيش واحد على راه ما غتوصلش للنتيجه اللي تبغي انت، خصنا التتبع والمراقبه وتتبع باش نوصلوا لواحد النتيجه اللي تكون، خصوصا حنا بغينا نلمعوا نديروا تلميح المدينة الدار البيضاء من خلال واش بدات الصوره اللي شفنا نهار الجمعه ولا السبت غنلمعوا صوره الدار البيضاء. هذا هو حنا دابا ما وقع قد وقع، ولكن دابا حنا تمسينا كبيضاويين في تلميح الصوره الدار البيضاء اللي كنشتهوا انها تكون المدينه الميتروبوليه باش على المستوى العالمي.
ولكن قبل من هذه المباراتين يعني جمهور الرجاء تقلق في الخطر في احدى المقابلات قالوا ديات الشركه راه عمليه التنظيم ديالها راه ماشي في المستوى. انتم كمجلس ما طالبتوش ما حركتوش بهذه القضيه تاع لجنه التتبع؟ ما كانش نقاش بيناتكم؟ لا كنظن هذا المجلس اللي جا باش الوقت باش يدبر، لان يعني كانت مشاكل كبار عالقه ماشي هذا المشكل، باش يدبر هذا الميل بهذا الشكل بهذه الطريقه وبهذه السرعه ربما كانت تكون عندنا واحد حقا خصنا نفعلوا واحد عندنا واحد موظفين عندنا واحد المصلحه كتسمى مصلحه افتحاص الداخلي. هذه اللجنه كنا نخدموها لانها كتبقى دائمه واخا المستشار كيمشي مثلا شي ولايه وكيجي مستشار اخر ولكن هذيك المصلحه ديما افتحاص الداخلي كتبع جميع النقاط او الاتفاقيات اللي كتكون مع شركه ديال الانتداب. وعرفتي لاحظتي دابا انت حنا الجامعه ديال الدار البيضاء فتحنا القطاع الخاص باش نكونوا واحد جويد ديال العمل، زعما نجودوا واحد العمل يكون نقدموا واحد العمل يكون مزيان للساكنه ديال الدار البيضاء. ولكن للاسف قد ما خصنا اعاده النظر واعاده ترتيب الاوراق لان ماشي في كنقولوا في شخص المدير ولا في شخص الشركه، ولكن كيفاش غادي ندبروا مع الشركه او نزيدوا في بعض الاتفاقيات نزيدوا شي بنود او نقصوا شي بنود ان باش اننا نكونوا في مستوى تطلعات المواطن البيضاوي. البعض تيقول بان المدراء تاع الشركات اللي خدمت مثلا شركه التنميه التنشيط ولا كازا ايفانت ولا اي شركه اخرى تيخدموا فواد والمجلس فواد اخر، ما كاينش علاقه تنسيق، رغم ان كما قلتي راه المجلس هو اللي انتدب هذه الشركات باش يدبروا المرافق ديالها. واش بصح هذا الشيء؟ في الحقيقه شموا هاد كان تما كنلاحظ انه المدراء ديال الشركه بصفه عامه بحال فهمتي ما تقدروا حتى المستشار ما يهضروش مع ما يتذكرش مع في هذا الشيء مثلا من هذاك الشيء، اما يتصنتوا الرئيس الجامعه على ذاك الشيء مباشره او السيد الوالي ذاك الشيء على انه ماشي، ولكن ما كيتصنتوش الاراء زعما لا سواء المعارضه ولا الاغلبيه ما كيتصنتوش لهم. وهذا راه هو هنا في قلت لك هنا هذه خصها تحد العلاقه وحنا اللي بغيت عجراف واللي بغى يبين راسو راه ماشي هنايا في جامعه الدار البيضاء، ولا حنا بالعكس كاين ميدان اخرى اللي بغى يبين راسو بشكل فردي بشكل، ولكن هذا الشيء يتعلق بالعلاقه بالمواطنين والمواطنين وخدمه الصالح العام. كنا جينا هنا باش نخدموا الصالح العام كل من موقعه سواء شركه منتدبه او اعضاء او مجلس او خصنا نخدموا الدار البيضاء بالشكل الكافي وبالشكل المعقول ونلمعوا صوره الدار البيضاء. الدار البيضاء بطبيعه الحال ماشي هي نصف المغرب، خصنا نلمعوا هذه الصوره ديال الدار البيضاء وتكون في احسن حال، والجمهور اللي كاين على الدار البيضاء ما كاينش شي مدن ديال ربما في المدن. واش تعتقد انت باقي دابا حنا في الدار البيضاء وكنت تهضر على تلميع الصوره وعلى ان الرفع من مستوى الخدمات داخل الدار البيضاء، وباقي واحد الجمهور تيمشي للماتش كاين مثلا مع 9 الليل تيمشي هو مع 3 العشيه ولا 2 العشيه، واش هذا الشيء باقي مقبول؟ علما ان يعني كما تنشوفوا حنا التجارب كاين بارابول تنشوفوا تجارب تاع الدول الاوروبيه اللي الماتش يكون مع 9 الناس يدخلوا حتى 9 دولارو 8 ونص وتلقى المكان ديالهم محجوز. هنا الناس راه دايرين عندهم تذكره ما لاقينش فين يجلسوا. انا عندنا حاله دابا انا شفتهم الناس مخلصين 500 درهم و 700 درهم ما لقوش بلاصه. هذا هو المشكل. هذا هو المشكل. حنا دابا واحد غادي ما كنرجعوش مساله الشركه، راه كنرجعوا حتى واحد الوعي ديال الجماهير. راه الجمهور راه واحد القضيه اللي لاحظناها راه هجم على كان هجوم على الامور كان محمد الخامس، ما تبقاش تضبط واحد الموجه ديال الهجوم شركات كبيره على هذاك الشيء. حتى الامر عجب الله ما كانش في ليتات امنيه ولا شيء، حتى مساله امنيه كانت واحد الدار كتمنى بجانب المركب تما حطوا راه من تما طلعوا المركب دخلوا هذاك الشيء اللي شد شي بلاصه وبنادم صايم في هذيك اللحظه واللي هضرتي معاه كاين واحد العينه اللي هضرتي معاه راه غادي توحل معاه، كان خصنا ندوزو هذاك، ولكن ماشي على حساب الصوره ديال المغرب ولا ديال الدار البيضاء، ماشي على حساب، اذا خصنا نلقاو واحد الطريقه معينه وخصنا نلقاو ثاني نديرو حتى واحد الشركه تنميه التوعيه تمشي، ما بقيناش كنتيقو كاع في هذه الجمعيات ديال
عندي واحد اللي غنوعي والمواطن ديال تو نديروا لشركه التنميه تو غادي نديروا لشركه التنميه نقول لها ديرها انت راه بغيت تدخل رقمك راه حتى الماتش مع 10 حتى ال 10 القسم ودخل ولكن خصو يلقى بلاصتو خصو يلقى بلاصتو كتبقى مرقمه راه ما كاينش اللي يقدر يمسها ولكن هذا وعي ما قدرش حسنا هذا الوعي ديال المجتمع ديال الدور ديال المجتمع المدني الدور ديال المقاطعات هما اللي كينظموا ولكن واش تشوف ان الان يعني التجربه تاع الشركه يعني وصلت لواحد المرحله النهائيه ديالها وخصنا نفكروا في طريقه اخرى خاصه على مستوى ملعب محمد الخامس البعض تيقول تمشي بعيد تيقول لا سيدي كاع نرجعوا حنا للوداد والرجاء هما اللي يرجعوا ينظموا لنا هذه المقابلات ديالهم بلاد الشركه هذه انت واش تتفق مع هذا الراي ولا والعائدات يستافدوا من هذه الفروق اللي محتاجين الفلوس انا ما متفقش مع هذا الراي صراحه مبتغ. لان ملي شوف ملي كتعطي الماتشات مثلا التنظيم ديال الفريقين ماشي كان للرجاء ولا الوداد لما درنا هاد الشركة هنا بناء أو الجامعة ما درت هاد الشركة بناء على مشاكل كانت كثيرة درنا هاد الشركة كازا إيفنت أو الشركة المحلية للتنظيم والتظاهرات دارت على أساس أنها تكلف هاد المرفق اللي كبير لأن هو المرفق اللي عندنا كبير في الدار البيضاء وتسيروا بواحد الشكل سواء من الداخل او في تنظيم المباريات راه كاين نظمه تم مباراه ديال المنتخب المغربي خصها تنجح لنا العمليه لان دابا حنا بحال كان نعولوا على القطاع الخاص مثلا الموظفين عندنا راه واحد الوقيته كانت توظيف بواحد الشكل واحد السنوات هذه قبل كانت بواحد الشكل او باخر ما كاينش الناس ما كاينش كفاءات ولكن ما كاينش انه نعيد النظر ان شركه المحيه نقدر نعيد النظر في الهيكله ديالها وفي البنود ديالها ماشي واحد نشدوا واحد المدراء مدير يبقى طول حياته تما في شركه يقدر مدير ولا طاقم ديالو بحال الفريق مدرب ديال المدرب وداك الطاقم التقني ما نجحوش واحد الفريق هذا كيتغير ولكن هذا هو الهدف من الدور ديال لجنه التتبع اللي اليوم نشوفوا اشنو هما كامل الخطا هما كامل لان خاص تعطي فرصة الشركة باش انها تهي تجاوب ربما الاكراهات اللي عندها تهي تجاوب ونحل ندخلوا معها حنا بحلول مثلا الحلول اللي كانت الا كانت معقولة غندخلوا معها بحلول معقولة باش حنا ننجحوا من بعد اي تظاهرة رياضية ولكن لجنة التتبع واش عندها قرار تقدر تاخذ قرار ولا تبقى غير طابع استشاري بالنسبة لها لا قدر لا الا داك الشيء كتعرضوا على 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 المجلس لان تقرر يتعرض على المجلس وكناخذوا فيه قرار جماعي يعني مجلس المدينة الدار البيضاء ياخذ قرار بطبيعة الحال بناء على داك الشيء داك الشيء اللي كنفعلوا واحد المصلحة سميتها لوديت هي كتعطينا واحد التقرير على كيفاش داك الشيء حتى هما تيكونوا موظفين محترفين كيعطونا جد افتحاز داخلي كاين لوديت كيعطونا واحد التقرير حتى هما كيفاش هادي داك الشيء كنعاود تما حتى هما كنستانسوا بداك التقرير ديالهم باش ملي ناخذوا شي قرار راه كناخذوه بصواب شكرا سي ابا زيد شكرا جزيلا على قبول الدعوه بارك الله فيك شكرا كنشكر الاخوه جميعا نفتخر بالقناة ديالكم صراحة اللي ديما منفتحة للجميع شكرا سيدي تبارك الله عليكم رمضان مبارك سعيد شكرا سيدي أبا زيد متتبعي قناة أنفاس بريس إلى اللقاء في لقاء جديد إن شاء الله